عارفين يعني ايه رحالة؟ رحالة هو الرجل الذي يرتحل ذهابا الى مدن او الى بلاد او الى دول او الى اقاليم او حتى يحاول اكتشاف اماكن جديدة. طيب هل الرحالين دول موجودين عندنا في مصر؟ ايوه في عندنا رحالين موجودين في مصر. ففي مثلا رحالة مصري بيطلق مبادرة اسمها خليك سفير لبلدك. هذا الرحالة المصري عمل ايه بقى مولانا؟ زار 58 دولة ورفع علم مصر فيهم، وبيقوم بتوزيع العملات المصرية في فكرة ومبادرة منه لتشجيع السياحة. ومن تشجيع السياحة اسمه أحمد شجيع موسى، هو الرحالة المصري. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك، ربنا يخليك يا رب. الأول أنا عندي سؤال، أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 35 يا فندم. عظيم جدا، واتخرجت من إيه وبتشتغل إيه؟ أنا بالنسبة للبزنس عندي ثلاث شركات في مجالات مختلفة، منهم شركة توريد مانجا، يعني أنا عندي مزارع مانجا. ما شاء الله. والشركة الثانية في أنا وكيل لأحد شركات الاتصالات في مصر، وكيل يعني. وعندي كمان شركه كده شغاله في الحاجه اسمها سبيشال نمبر اونلاين، او يعني الارقام المميزه او السبيشال نمبر، يعني الارقام المحمول في مصر المميزه. حلو خالص، ربنا يزيدك. ايه علاقه ده بالسياحه؟ ايه اللي جاب الفكره على بالك انك تلف هذه البلاد 58 بلد وترفع علم مصر، توزع عملات من مصر، تشجع السياحه في مصر؟ الموضوع بدأ من بدري. أنا كان عندي شغف الاكتشاف. في 2002 تقريبا كنت قدمت لسفارة معينة كده وأخدت رفض فيها، ومن هنا بدأ العند أو بدأ الشغف، يعني زي إن دولة ترفضني مع إن كان سني ساعتها صغير جدا، تقريبا 18 سنة ونص. فبدأت أحاول وأبدأ أسافر دول صغيرة الأول، أو التأشيرة بتاعتها يعني سهلة، وبعد كده لحد ما الباسبور بتاعي قوي. انا جنسيتي مصريه عادي جدا زي اي حد موجود، لحد ما الباسبور بتاعي بقى قوي شويه شويه في شويه، دخلت دول صعبه، بقيت دلوقتي خلاص ان انا متاح لي او انا معايا تاشيرات اغلب الدول المهمه في العالم. بدايه السفر كانت بالنسبه لي ان انا يعني في الاول كنت مش عارف او بتعلم لسه السفر جديد، فكنت ممكن احجز في فندق، ممكن كنت احجز طيران مش عارف ايه. لكن دلوقتي او بقالي فتره اخر 10 سنين من حياتي السفريه او حياتي الترحاليه، انا بسكن في حاجه اسمها حضرتك هوستل. وعلشان اوضح بس للساده المشاهدين، الهوستل ده يا جماعه ان احنا الفرق بين الهوستل والفندق، الفندق بنتاجر اوضه في فندق، لكن الهوستل بنتاجر سرير في اوضه. فبيكون معانا مشتركين مثلا من ممكن يكونوا 6 اشخاص او 8 اشخاص، ومن ذلك بيحصل الاندماج معاهم، بنتعرف على ثقافتهم ونبدا نتكلم معاهم على مصر وعلى التاريخ. لكن ده الوي الاول. الاتجاه الثاني حضرتك، انا من ضمن رحلتي دايما بحب اقسمها لمرحلتين، مرحله ترحاليه اكتشاف الوسط او اكتشاف الاماكن الشعبيه في المدينه او الدوله اللي انا رايحها. الاتجاه الثاني او انا بحب اكتشف الاماكن اللي هي الهاي كلاس، يعني او اهم المدن او اهم الاماكن السياحيه، علشان يحصل برضو بيني وبين الاشخاص المهمين او المشاهير على السوشيال ميديا في اخر 5 سنين في الفندق، او اتعرف عليهم وابدا ادي لهم تذكار كهدايا مصريه، سواء برديات او عمله مصريه فئه الجنيه والنص جنيه. والحاجات دي كلها انتشرت، يعني كان في 2017 او 2016 في كده كام جريده مصريه كتبوا عن الموضوع، لان في جريده اجنبيه كتبت الاول، فلذلك الجرايد المصريه اخذت الخبر وبعد كده كتبت عن الموضوع. ايه احلى بلد زرتها يا احمد؟ هو السؤال ده برضه ليه اجابتين. احلى بلد زرتها، هي احسن بلد بكتشفها لاول مره، ده الاجابه الاولى. الاجابه الثانيه، انا ليا بوست معروف جدا على السوشيال ميديا، كتبت ان انا زرت، ذكرت ال 58 دوله اللي انا رحتهم، واجمل مدينه عجبتني هي مدينه دهب مصريه بدون مبالغه. مدينة دهب أنا أول مرة كنت أروحها في 2018، وزرتها من 2018 لحد دلوقتي حوالي 13 مرة. طبعا هي أنا الجمال بالنسبة للمدن بيرتكز عليه حضرتك كذا حاجة.
السلام النفسي للمواطن او لاهل المدينه والمواصلات والهدوء، وبالنسبه لي رقم واحد الامان طبعا. بالنسبه طبعا في الجمال بقى او العظمه، او لو هنتكلم على اجمل حاجه طبعا انا رحتها بصراحه بعد مدينه دهب، بس هم سياحه من ذو حدين، حاجات مختلفه عن بعض، هي طبعا جزر البهام في البحر الكاريبي. يا عيني يا عيني، بهامس دي حاجه ايه، عظمه على عظمه على انت متجوز يا احمد؟ السؤال ده انا يعني ممكن يعني انا متجوز يا استاذ. ما قلقتش وانت رايح البهامس كده ترجع تلاقي خناقه؟ والله حضرتك انا يعني الموضوع كان فيه وضوح. انا حضرتك قبل ما اتجوز مثلا كنت مسافر مثلا 35 دوله، فلما حصل ده واتجوزت كان ان انا اصلا امر طبيعي كان موجود عندي ان انا اصلا بسافر يعني. بس انت عارف دايما الزوجات يقول لك ايه، قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجه. لا انا عايزك تركز معايا. والله ده حضرتك دي بتفرق للراجل بس يا بتفرق للراجل. انا راجل عرباوي يعني جدع ومن قبيله معروفه، فليا قاعدتي الواضحه والصريحه وليا يعني الرولز بتاعتي، فالامور اكيد بتكون واضحه في كل الامور. الوضوح يعني المبادئ واضحه دايما. احمد انا عايز اشكرك جدا. اولا اشكرك على وضوحك وعلى صراحتك وعلى تمسكك بمبادئك، ودي اهم حاجه الحقيقه الواحد يقدر يطلع بيها. الحاجه الثانيه على مساله ان انت قد كده قاعد عمال مشغول بانك تعرف الناس بمصر. طيب وانت بتعرف الناس بمصر يا احمد، يعني قبل ما نختم المكالمه، كانت الاول الناس كان بيبقى انطباعاتها ايه عن مصر؟ وبعد ما بيتعرفوا عليك ويتعاملوا معاك وتعرفهم اكتر على بلدنا وعلى تفكيرنا، بيبقى انطباعهم ايه؟ انطباعهم طبعا رقم واحد ان مصر اشهر حاجه فيها. الحاجه الاولى الاهرامات، الجيزه دي اكتر حاجه لما تيجي حد يسالك انت من فين، من مصر، فيقول لك يسالك على الاهرامات رقم واحد. مؤخرا اخر 5 سنين بداوا يسالوني على محمد صلاح، طبعا هو حد برضه ترند طبعا بسألهم جدا وهم بيحبوه جدا ومحب جدا. الحاجه اللي انا عايز اوضحها في الموضوع ده ان انا يعني ليا رجاء، او قبل ما نقفل المحادثه تحت امرك، ان يكون في الله يخليك يكون بس للدكتور خالد العناني السيد وزير السياحه، بقدم له ان هو يعمل بس مبادره ظريفه. يعني انا عندي فكره صغيره خالص، اي حد خارج من مصر سواء اجنبي او مصري ممكن بس نديله فلوس جديده اللي هي الجنيه او فئه النص جنيه كتذكار او يوزعه بره، لو اجنبي نديله كهديه، ولو مصري نديله ان هو يوزعه بره كهدايا. والله العظيم الموضوع بيفرق جدا مع الناس، الاجانب بيحبوا العمله المصريه وبيحبوا يشوفوا الاهرامات، والناس في ناس كتيره جدا بتتكلم معايا منبهره، ازاي انت بتقدم لي هديه بدون مقابل؟ ازاي انت هتديني ده؟ فعلا دي حاجه حقيقه بجد، انت هتديني ده بدون مقابل؟ فعلا الموضوع بيفرق معاهم جدا جدا فوق الخيال يعني. بص اللي انا واثق منه ان الدكتور خالد العناني بيتابع كل ما هو متعلق بالسياحه وبالاثار اللي هي نطاق وزارته عن كثب وبمنتهى الدقه، فمما لا شك فيه يا اما هو بيتفرج دلوقتي يا اما المكتب المعني في الوزاره بيتفرج وهيعرض ده على دكتور خالد. وانا ادعوك للتواصل المباشر معاه، والمساله سهله ما هيش صعبه، بس عموما هي بقت اسهل بعد ما انت قلت الكلام ده، واظن يعني هتلاقي في استجابه. الله يخليك باذن الله. انا ليا حاجه تانية، انا من السياحه زي ما وضحت لحضرتك عندي نوعين، كانت السياحه الشعبيه والسياحه الهاي كلاس نقدر نقول عليها. انا جربت تقريبا جميع المواقع اللي بتاجر طيران هليكوبتر في العالم كله، سواء في لاس فيغاس او في نيويورك او في استراليا او في كل البلاد، في جامايكا، في البهامس، كل البلاد دي، وفي المالديف، كل ده انا جربته في الهليكوبتر وعملت الراوند اللي هو بيبقى حوالي 20 دقيقة. والله يا مستر يوسف احنا عندنا مكان يعد من رقم واحد في العالم ان هو احنا ممكن نعمل الكلام ده. وبالمناسبة كمان الهليكوبتر علشان السادة المسؤولين يعرفوا بس، هي مش غالية، بتبدأ من 5 مليون دولار لحد 10 مليون دولار، فممكن نعمل ده فوق أهرامات الجيزة، فوق أعظم مكان في العالم اللي الناس كلها بتيجي من كل حاجة.
دي نقطة أولانية. النقطة الثانية، محتاجين نعمل تلفريك في منطقة سانت كاترين ضروري جدا. الموضوع ده أغلب، أنا جايب لك يعني ردود الناس صدقني خلال فترة كبيرة جدا من سفري عن النقطتين دول أو أهم نقطتين، وأنا آسف للإطالة. إطلاقا، بالعكس الأفكار أكتر من رائعة، وأعتقد يعني أنه هتلقى دراسة من قبل وزير السياحة الدكتور خالد العنياني. أنا بشكرك جدا 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 أحمد، نورتنا وسعيد بيك جدا ومعجب جدا 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 أحمد شجيع موسى رحالتنا المصري.